عقدت المفاجأة لسانها عندما وجدت هاني يقف أمامها، فلم تكن تتوقع حضوره في ذلك التوقيت، خاصة ولأنه قد اتفق معها من قبل على ألا يتقابلا إطلاقا حتى تتضح الصورة لهما بالكامل. كان هذا الاتفاق منذ أسابيع قليلة لم يجد فيها جديد. فما الذي دفع داهاني لزيارتها الآن؟ هل اشتاق إليها أم هناك شيء آخر؟ ذلك هو السؤال الذي تبادر إلى ذهنها فور رؤيتها له. وقبل أن يخرج هذا السؤال من بين شفتيها بكلمات مسموعة، بادرها قائلا: أريد أن أقابلك غدا لأمر غاية في الخطورة. ميسة، ماذا حدث يا هاني؟ وما لي أرى الفزع يملأ وجهك هكذا. هاني، لا وقت للنقاش الآن، سأقول لك كل شيء غدا. ميسة، وهل ستتركني في هذا القلق للغد؟ هاني، لن أستطيع أن أبقى هنا أكثر من ذلك. لم تعرف ماذا ستقول له إلا بسؤال واحد: متى وأين سنتقابل؟ اتفق على أن يتقابل في تمام الساعة 11 صباحا بأحد المقاهي بمنطقة المهندسين، وخرج على الفور دون أن يزيد على كلمة واحدة. ذهبت ميسة في اليوم التالي إلى والدتها مبكرا، وتركت ابنتيها معها متعللة بأنها ستذهب لزيارة صديقتها المريضة، وانصرفت على الفور لتلحق بميعادها مع هاني الذي وجدته ينتظرها على أحر من الجمر. وقبل أن تأخذ مكانها بجواره سألته: ماذا هنالك يا هاني؟ إنني لم أنم منذ الأمس. وقاطعها قائلا: وأعتقد أنك لن تنامي بعد الآن. ميسة، هاني، كفى حرقا لأعصابي وقل لي ماذا حدث. هاني، أرجو أن تتمالكي أعصابك قليلا، فما سأقوله لك من المؤكد أنه سينزل على رأسك كالصاعقة. ميسة، أنت هكذا تقضي على الباقية من أعصابي. هاني، لقد تلقيت بالأمس اتصالا هاتفيا من شخص لا أعرفه وقاطعته. وماذا يريد هذا الشخص؟ هاني، قلت لك لا أعرفه. أرجو ألا تقاطعيني مرة أخرى وسأقول لك كل شيء بالتفصيل. ميسة، حسنا، لن أقاطعك. هاني، لقد قال لي 6 كلمات لم يزد عليها بكلمة. ميسة، ماذا قال لك؟ هاني، قال: معي بطاقة الذاكرة التي تبحث عنها. وقعت تلك الكلمات على مسامعها كالصاعقة وألجمتها المفاجأة بلجام من العجز والكسل للحظات قليلة، فلم تعد تعرف ما الذي يمكن أن تقوله أو ماذا يجب عليها أن تفعل، حتى بادرها قائلا بشيء من العصبية: لماذا أنت صامتة هكذا؟ ميسى والفزع يملأ عينها: لقد ألجمتني الصدمة ولا أعرف ماذا أقول. هاني، لابد أن تعرفي، فهذا ليس وقت السكوت، يجب أن نفكر في حل لهذه المصيبة التي كنا على وشك نسيانها. ميسى، ألم يقل لك أي شيء آخر؟ هاني بعصبية واضحة: قلت لك لم يزد كلمة واحدة على ما قال. ميسى، ألا يشبه ذلك الصوت أي صوت تعرفه؟ هاني، لا، فهو صوت لم أسمعه من قبل ولا يشبه حتى أي صوت أعرفه. ميسة، إذا من يكون ذلك الشخص وكيف حصل على هذه البطاقة اللعينة؟ هاني، ليست هذه هي المشكلة فحسب، بل هناك مصيبة أكبر. نظرت إليه ملتاعة وقالت: أما زال هناك شيء آخر؟ هاني، نعم، فبالتأكيد ما ذكرته لك قد أنساك شيئا غاية في الخطورة. ميسة، وما هو ذلك الشيء يا هاني؟ هاني، أن هواتفنا مراقبة، وهذا يعني أن أبي قد سمع كل ما دار في هذه المكالمة بالتأكيد. وضعت يدها على رأسها وهي تقول: يا للمصيبة، ماذا سنفعل يا هاني؟ لقد أوشك أمرنا على أن ينفضح، فمن الممكن
أن يتحدث معك ذلك الشخص في مرة من المرات ويهددك بالحديث عن ما وقع بيننا، وبالطبع سيستمع والدك إلى كل ما سيدور بينكما، وعند ذلك سيعرف الحقيقة وسينكشف أمرنا لا محالة. هاني بتوتر، حاولي أن تتذكري بدقة ما حدث، كل ما حدث في ذلك اليوم الذي فاجأنا فيه سمير. هل أتى أي شخص للمنزل في ذلك اليوم أو بعده في أي يوم آخر؟ ميسة، ما هذا الذي تقوله؟ لم يدخل بالطبع أحد منزلي سواك. هاني، إنني أعني أي شخص مثل عامل صيانة أو كشاف النور أو ما إلى غير ذلك. ميسة، وحتى على هذا الفرض كيف سيحصل على البطاقة؟ هاني، قد يكون وجدها ملقاة هنا أو هناك. ميسة، وكيف عرف أنك الشخص الذي كان معي، وكيف عرف رقم هاتفك؟ هاني، لو عرف من أنا فلن يصعب عليه أبدا الحصول على رقم الهاتف، خاصة وأن أرقامي مع كثير من الناس نظرا لطبيعة عملي. ميسة، لكن كيف عرف أنك نفس الشخص الموجود في ذلك الفيديو؟ هاني والتوتر يملأه، لا أعرف، لم أعد أعرف أي شيء، لقد أصابتني الحيرة عن إيجاد أي حل لهذه المصيبة. ميسة، ألم يحدثك والدك في أي شيء؟ هاني، إطلاقا، فهو يعتقد أنني لا أعلم أي شيء عن موضوع المراقبة، لذا فهو ينتظر حتى يضع يده على الحقيقة كاملة. ميسة، إذن لابد، قاطعها رنينها الهاتف الخاص بهاني الذي نظر إليه وهو يقول هذه نمرة لا أعرفها، قد قاطعته مسرعة وهي تقول له رد بسرعة، قد يكون المتصل هو نفس الشخص الذي اتصل بك من قبل. رد على الهاتف متلهفا واتسعت عيناه مما يسمع، وعقب على ما سمعه قائلا من أنت وما الذي تريده مني، ثم ألقى بهاتفه على المنضدة قائلا اللعنة عليك. ميسة، ماذا قال لك؟ هاني لم يزد على تلك الكلمات الست التي ذكرتها لك منذ قليل. ميسة، بالطبع الاتصال تم من رقم جديد. هاني، نعم، رقم جديد، إنه حتى لا يعطيني أي فرصة للحديث معه، فهو يقول ما يقول ويغلق الخط على الفور. ميسة، إنه يريد أن يدمر أعصابك حتى تلبي له كل ما سيطلبه منك دون نقاش، لكن هذا في حد ذاته شيء جيد. هاني، لا أفهم ما الذي تعني بقولك هذا. ميسة، نحن على يقين كامل بأن كل المكالمات مراقبة، وإلى الآن لم ينطق ذلك الشخص بأي كلمة قد تؤدي إلى كشف الحقيقة، لذا فلو قمت بتغيير رقم هاتفك قد يكون في ذلك حلا للمشكلة برمتها. هاني، هذا احتمال غير مؤكد، فلو كان يعرفني بالتأكيد سيصل لرقم الجديد. ميسة، إنها محاولة يا هاني، وقد تصيب ونرتاح من ذلك الهم. هاني، حسنا، سأغير رقم اليوم قبل أن تذهبي حتى أعطيه لك، لكن لا تتصلي بي مطلقا حتى أعطيه لك أمام العائلة حتى لا تزيد الشكوك من حولنا. ميسة، حاضر، وماذا يجب علينا أن نفعل بعد ذلك؟ هاني، لن نغير أي شيء مما اتفقنا عليه من قبل، لكن كوني دائما على حذر، خاصة مع أبي، فقد يستدرجك من خلال أي حديث يدور بينكما. ميسة، لكن هناك شيء آخر لم نناقشه. هاني، وما هو؟ ميسة، إذا استطاع ذلك الشخص الوصول إلى رقم هاتفك الجديد، فما الذي يمكن أن نفعله حين ذاك؟ هاني، لن أستطيع أن أقول لك الآن، فأنا لا أعرف ما الذي يبتغيه من وراء ذلك كله. ميسة، هل تعتقد أنه سيريد شيئا بخلاف النقود؟ هاني، كل شيء جائز، لا يمكنني التكهن بما سيطلب أو بما يريد. ميسة، معك حق، والآن هيا بنا لنشتري رقما جديدا لأعطيه لك، لكن كما قلت لك لا تحدثين عليه حتى أعطيه لك أمام الجميع. إنني لا أريد أن تزداد الشكوك من حولنا كما أخبرتك منذ قليل. ذهبت ميسة لوالدتها بعد أن أخذت رقم الهاتف الجديد لتأخذ ابنتيها وتعود للمنزل، وعاد هاني إلى مكتبه مرة أخرى.
ذهب الاثنان وكل منهما يمني نفسه بنجاح هذه الفكرة حتى يتخلص من خطر تلك الاتصالات. لقد كان على يقين كامل أن ذلك الشخص لن يتركهما في حالهما أبدا، كما كان كل منهما على قناعة بأن تلك الفكرة لن تجدي شيئا لطالما عرف ذلك الشخص أن هاني هو من كان مع ميسا، وطالما استطاع الوصول رقم هاتفه فبالتأكيد سيصل لذلك الرقم الجديد دون شك. لكنهما هرولا وراء احتمال، يعلمان جيدا أن نسبة نجاحه لن تتعدى 1 في 1000 على أحسن الأحوال. كان يأمل أن ينقل مفاوضات الابتزاز من فضاء الهواتف المحمولة إلى أرض الواقع حتى يكون في مأمن من المراقبة، وبعد ساعات قليلة تأكد لهاني أن الحيلة لم تنجح بعد أن تلقى اتصالا جديدا من ذلك الشخص الغامض والذي بادره متهكما بقولك: أتحسب أنك تستطيع الإفلات مني؟ لا تنسى فبطاقة الذاكرة بين يدين، وأغلق الهاتف مجددا في وجهه. أصيب هاني بمزيد من الخوف والتوتر، فقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أنه يتعامل مع شخص يعرفه تمام المعرفة، لا مجرد شخص وجد البطاقة ويحاول ابتزازه فقط، بل أنه يحاول ابتزازه وتدميره نفسيا وعصابيا في آن واحد. وبدلا من أن يتسرع بإخبار ميسا بما حدث، آثر كتمان هذا الموضوع حتى يستطيع أن يفكر بهدوء بعدما تأكد أن ذلك الشخص أو من يدفعه لذلك قريبا جدا منهم. وكم كان فكره صائبا في تلك النقطة، في هذه النقطة صائبا إلى أبعد حد، فقد كان هذا الشخص قريب منه للغاية، بل أقرب ما يكون له أو يتخيل.